أعزائي مشاهدي طقس العرب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتابع معكم آخر التطورات حول العاصفة الاستوائية أشوبة، حيث نلاحظ من خلال صور الغيوم الملتقطة والمستلمة نهار اليوم الثلاثاء لدى طقس العرب استمرار تواجد هذه العاصفة التي باتت الغيوم المرافقة لها تغطي أجزاء واسعة وكبيرة من بحر العرب. ونلاحظ أيضا أن بعض السحب العالية التي تدور حول هذه العاصفة ظهرت في أجواء سلطنة عمان وبعض مناطق الإمارات، ولكنها سحب غير مواطرة وهي بعيدة عما يحدث في قلب حاليا فوق بحر العرب في قلب العاصفة. أما بالنسبة لمسار العاصفة أشوبة فنلاحظ أو المناطق أيضا المحتمل أن تتأثر بها حسب آخر التحديثات، نلاحظ أن العاصفة قد تحركت خلال 24 ساعة الماضية باتجاه الشمال الغربي، أي ما بين يوم الاثنين واليوم الثلاثاء تحركت باتجاه الشمال الغربي. ويتوقع حسب بيانات وخرائط النماذج العددية المشغلة لدى طقس العرب استمرار حركتها بنفس الاتجاه، أي باتجاه الغرب والشمال الغربي، حيث تقترب أكثر من السواحل العمانية يومي الأربعاء والخميس. ونلاحظ من خلال الخارطة أن أغلب التأثيرات الرئيسية التي تنتج عن هذه الحالة الجوية ستؤثر على أجزاء من سلطنة عمان بمشيئة الله، حيث يتوقع أن تتكاثر السحب يومي الأربعاء والخميس وأن تزداد فرصة هطول الأمطار. الأمطار ستكون متفاوتة الغزارة والشدة على الأجزاء الجنوبية والشرقية من سلطنة عمان، كما يتوقع حدوث نشاط على الرياح وحدوث أيضا اضطراب في البحر وارتفاع للأمواج على طول السواحل سلطنة عمان، وأيضا ارتفاع الأمواج وفي منطقة السواحل الإماراتية المطلة على بحر عمان. ويظهر من خلال آخر التحديثات أن دولة الإمارات ستكون بعيدة عموما عن التأثيرات المباشرة لهذه العاصفة، وسيقتصر تأثيرها على شكل اضطراب البحر وارتفاع الأمواج على السواحل الشرقية المطلة على بحر عمان ونشاط الرياح وأيضا إثارة الأتربة والغبار، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية وأيضا تزايد فرصة تشكل سحب ركامية على الجبال الشرقية وبعض المناطق الصحراوية الداخلية. هذه الحالة الجوية تستدعي إطلاق سلسلة من التحذيرات لسلطنة عمان. من هذه التحذيرات أول شيء من خطر تشكل السيول وحدوث الفيضانات نتيجة لشدة الهطول في الأجزاء الجنوبية والشرقية من السلطنة. 2 من خطر شدة سرعة الرياح وما قد ينتج عنها من أضرار. الخطر الثالث خطر ارتياد البحر نتيجة لارتفاع الأمواج الناجمة عن الرياح القوية. والخطر الرابع هو تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار والأتربة المثارة. هذه الحالة الجوية وبناء على ما تقدم ننصح جميع الجهات المعنية أخذ الإجراءات اللازمة مبكرا. أعزائي المشاهدين، بإمكانكم متابعة آخر التحديثات عبر موقعنا الألكتروني arabiaweather.com، بالإضافة لتطبيق طقس العرب الخاص بالهواتف الذكية وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في أمان الله وشكرا لكم.